أهلا بكم من جديد. نحن في ضيافة محافظة الفيوم في هذا الجزء. هذه المحافظة المهمة التي بها جزء كبير جدا من تاريخ مصر، أثار الدولة الوسطى في الأسرتين الـ11 والـ12، بحيرة قارون وغيرها من الأماكن الجميلة. هذه المحافظة من المحافظات اللي زادت مساحتها بعد إعادة ترسيم الحدود الجديدة للمحافظات، زادت بما يوازي 6000 كيلو متر. كيف هنا السؤال بقى، كيف سيتم الاستفادة من هذه المساحة من الزيادة في مشاريع تنموية؟ كيف سيتم توظيف الأماكن القابلة للاستثمار صناعيا وسياحيا وترفيهيا؟ ماذا عن المشكلات اليومية، مياه الشرب خصوصا، بس يعني سنهور الإبلية وعزبة الأصفر ومركز أسطى، وماذا عن مياه الري والصرف الصحي، وماذا أيضا عن موضوع القمامة وإعادة تشغيل مصنع تدوير القمامة في قرية العدوة، وماذا عن تطوير بحيرة قارون للمدارس، الطرق، رغيف العيش، أنبوبة البوتاجاز والأمن؟ كل دي هموم بتكون موجودة على مكتب أي محافظ في هذه الأيام، خصوصا محافظة لها يعني تاريخ من التراكمات في المشاكل التي لم تحل وكانت ووضعت الآن كلها على مكتب الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم.